مصالحنا احنا كقباط سنان اللي موافق على المبدا ده يرفع ايده. انا قبل ما اجي هنا ما اديتش اجي هنا الا ما قعدت مع بعضكم وفهمت ايه موضوعنا الشاغل وايه مطلبنا الاساسي دلوقتي. وعايزين يا جماعه نتفق على حاجتين. الاول نشوف المطلب اللي احنا عايزينه حالا. وبعدين نشوف حقوقنا كاخبار كلنا. لا تختلف عنها تماما. واللي مش هناخدها الا بدستور. المادة 2 والمادة 3 وكل المواد هتتغير في دستور يبقى اساسه ان احنا نرفع راسنا زي محدش هيضيع فرصة في مكان اللي انت ما ياخدش مطرحه فيه زي اي واحد. تدمير الشعب ده للاسف اللي هي ما زالت مصره على التمييز موجوده. الناس دي ما مشيتش. الناس دي مش هيتم معاهم التعامل الا في اطار قانوني مؤداه الدستور اللي جاي. الدستور ده هو الحاجه الوحيده والضمانه الوحيده اللي هتكون لكل المصريين عشان ياخدوا حقوقهم. واحنا كاخباط مصريين نتساوى في الحقوق اللي المصريين كلها هياخدوها. ما بيهمنيش اللي عايز يصدق واللي ما بيصدقش ما يصدقش، عشان لسه راجع من الولاد هناك عند التلفزيون. يعني حالتهم ثوره غير طبيعيه، وبالتالي هيبقى يعني صوت العقل هياخد مننا وقت معاهم يعني. فارجو ان ما يكونش الوضع ده هنا عشان هنا اسهل. انا جاي يعني لسه اتشدت هدومي والجيش طلعني وجيت وقصه يعني. فابتدوا عملوا تعديلات في الدستور القديم ده على اساس ان التعديلات دي تتيح ان تعمل انتخابات تشريعيه عشان هم يشغلوها للست اشهر دي، لان هم حاسين ان المساله ممكن تفلت منهم، وانا مقتنع ان المساله ممكن تفلت منهم. وحصل اخطاء يعني، طبعا الاخطاء دي اللي حصلت يعني في رايي الشخصي اهمها انهيار جهاز امن الدوله ده الكريه، لانه كان المفروض الدول لما بتيجي تعمل ثوره وعايزه توصل لبر الامان ما بتهدمش كل حاجه مره واحده بالمنظر اللي حصل ده. لان الجهاز ده على كل الموبقات اللي كانت فيه، على كل البلاوي اللي كان بيعملها، في جزء فيه بالفعل كان امن دوله. طبعا هو اتحول في الاخر ان معظمه ما كانش امن الدوله، كان معظمه امن الرئيس والنظام، الا ان الجزء بتاع امن الدوله ده يظل جزء خطير جدا مهم جدا لحمايه البلد. فالتفكك اللي حصل والانهيار اللي حصل لهم دول النهارده، دول 70,000 واحد كانوا في عز ثروتهم وعز مجدهم، النهارده عندهم احساس انهم مطاردين يقدموا لمحاكمات اللي عزت فيهم واللي عمل واللي اتجسس واللي عمل، وبالتالي اصبحوا في وضع زي الكلب المجروح. وبالتالي هو هيدافع عن بقائه وعن حتى ما عندوش حاجه يخسرها. قال لك لو جابوني حكوني النهارده ما انا هروح في ده هروح في هولعها بقى. فممكن يكونوا اداه النهارده في ظل اللي بيحصل ده للتوليع، خاصه على النظريات اللي انا مش مصدقها يعني، ان هم اللي راحوا فجروا كنيسه القديسين والكلام ده. مع اني مش مصدق النظريه دي وما اعتقدش انها حقيقيه، لكن في ظل النظريات دي ممكن بقى تبقى كل حاجه. المواد اللي هم عدلوها من الدستور القديم اللي هو دستور معيب، بمعنى والماده الثانيه والكلام ده كله. اذا احنا بنقول دلوقتي طب ما انت جيت ترقع وغيرت خمس مواد وهتجيب تنتخب انتخابات تشريعيه في ظل دستور معيب، انت اساسا اوقفت العمل بيه، اكنك بتعمل كده. فالكلام على عنصر الوقت وكده، انا قلت لهم يا عنصر الوقت في، قال لك عشان تم انتخاب رقم قومي وعلى ما توضى وتنقل النظام. قلت لهم انا خلص لكم النظام ده في 60 يوم من اوله لاخره، والبطاقه فيها باركود وهعمل لكم كل حاجه. والموضوع النهارده انا عندي فريق كامل بيشتغل دلوقتي بيعمل كل الحاجات اللي لازم تتعمل عشان نعمل سيستم كمبيوترايزد بس.
ده النهارده منقسمين الى ثلاث اربع فئات. في فئه ليبراليه بتؤمن بالدوله المدنيه قويه جدا. حزب وحيد من الاحزاب اللي هي كانت موجوده قبل الثوره اللي هو بعتبره انا بجانب حزب الوفد طبعا رغم الافساد يعني التفكيك اللي حصل في حزب الوفد اللي بعتبره انه كان حزب محترم مبادئه كلها بالظبط زي الفريق الاولاني بتاع الشباب اللي هو حزب الجبهه الوطنيه اللي هو بيرأسه دكتور اسامه غزالي حرب. ويعني يمكن بقى سر ما بقاش سر الممول الاساسي لهذا الحزب منذ نشاته لحد دلوقتي هو انا. انا عن نفسي حاليا بفكر في ان انا يا اما انضم لحزب الجبهه اللي انا اساسا كنت داعم وراه وكده او ان انا استغل الفرصه بتاعت لان مبادئ هي نفس مبادئ حزب الجبهه الوطنيه فمالهاش معنى ان انا ابتدي حزب جديد الا ان انا فكرت ان انا ممكن اعمل حزب عشان انا بصراحه عندي شعبيه عند المسلمين اولا وعندكم ثانيا وعشان انا عايز استغل الشعبيه دي في ان انا اقوي التيار الليبرالي العلماني مع الدوله المدنيه اللي مع الاقتصاد الحر اللي عنده حس اجتماعي. ظاهرة جميلة. أولا أنا بحيي هذا الشباب. شباب 25 يناير ده أنا بحيي لأن كنقطة فارقة بين تاريخ مصر ما قبل 25 يناير والتاريخ هيكتب كده أن مصر ما قبل 25 يناير تختلف تماما عن مصر بعد 25 يناير. وأنا كراجل اللي عشت في العمل السياسي يعني من سنة 63 بقول إن إيه إن هذا الشباب الحقيقة يعني كنت يعني أنا ما كنتش أتصور أبدا في حياتي أن هذا يحدث في جيلنا. نعم. ولا اجيال تاني لكن طيب. هم سبقوا هذه الخطوه ان هم ايه ان هم عملوا هذا العمل البطولي الجميل اللي انا حاليا انا بحييه وبشكر هذا الشباب وهذا هذه طيب هذه المظاهره نعم. عملت حاجه جميله جدا وحدت بين المصريين كلهم بالتاكيد. جاءت الى الناس على الاقل في المطره الماضيه الان يبدو انه هو تحول كله يتحول الان التلفزيون الرسمي الصحافه كله يقول ما اروع هذا ما حدث بتحرير لكن هذه لم تكن الصوره بما فيها رموز للكنيسة منذ أسبوع وهم يخاطبون الشعب على التلفزيون الحكومي المصري كما ذكرت في البداية وأسمع بس لقطة مما قلته فضيلتكم أنت بنفسك على التلفزيون لنستمع إلى اللقطة وأسمع تعليقك عليها. إحنا كلنا بنجمع كمصريين مش هقول أباط مسلمين لأن دي نغمة مرفوضة لكن بنقول المصريين كلهم خرجوا للاستقرار خرجوا للأمان خرجوا لمصر كلها أن يكون الزعيم مبارك هو القائد ايه اللي بيقود بسيرة مصر لبر الامان. انا طبعا يعني ايه زي بيقولوا شرف لا ادعيه وايه يعني ايه ان يعني طبعا الكلام ده انا قلته ومقتنع بيه. واول حاجه احب اوضح حاجه انا لما قلت هذا الكلام باقتناعي الكامل باقتناعي الكامل ان ايه ان احنا ما نبصش لايه لشخص رئيس مرة كشخص احنا نبص له كرمز رمز الاراده المصريه. ليه؟ لانه لما نبص كده لخريطه العالم كلها حوالينا